الراجل طلع فوق السحاب. الأراضي الزراعية برضك فوق السحاب. اللي تحتينا دي يا جماعة بانكوك. السحابة كده خطت الجزر اللي هناك دي الناس بتطلع من باتيا بتروح هناك. الشاطئ هناك جميلة وبعد كده بترجع تاني. دي مدينة باتيا من فوق. لسه واصل مطار باتايا الدولي. مطار رايق بعيد عن السيتي، بعيد عن بانكوك. بانكوك المطار بتاعها زحمة قوي.
فده مطار رايق ومدينة هادية، ف كان حال جميل جرين ماونتن، ف هنشوف.